خليني أسأل حضرتك سؤال. كان ليك تصريح بيقول أخيرا عملت الكوميديا اللي في دماغي، كان حضرتك تقصد إيه بالكوميديا اللي في دماغ حضرتك؟ الكوميديا اللي في دماغي كانت إن أنا ما أقولش إفيه، يعني إن أنا أعمل الكوميديا اللي مكتوبة في الورق، يعني أنا يجي لي ورق ومن خلال الورق أعمل الكوميديا بتاعتي، ما أضيفش حاجة هنا، ما أعملش حاجة هنا. كنت دايما بشوف زمايل يعني يقولوا عايزين نعمل هنا إفيه، عايزين نحط هنا كلمة فرس شوية كده عايزين نقحم إفيهات وسط الكلام كتير، عايزين نعمل حاجة هنا يقول جملة ويضحك عليها بعد ما يقولها هو اللي بيضحك عليها. فالكوميديا دي كلها أنا كنت بصراحة بستغرب وكنت بتضايق، يعني كنت بتخنق، مش يعني أنا كمشاهد ما حبش أتفرج على النوع ده من الكوميديا اللي هو كله إفيهات وكله ضحك بعد ما أقول الجملة. كنت دايما بقول يا جماعة الكوميديا من الورق، يعني أنا أقرأ الورق ومن خلال الورق أنا أطلع الكوميديا. الممثل الكوميديا هي استخدام الممثل للأدوات اللي بيمتلكها، صوته، البادي لانجويج بتاعته. أنا ممكن أعمل حركة وأنا بقول كلمة تضحك، ممكن أقول كلمة بطريقة معينة بصوت معين بالزبط. يضحك بالزبط. مش لازم اقول افيه هنا، ومش لازم ياخد منك رد علشان اقول لك رد عليه وانت تاخد رد مني عشان تقول لك رد عليه، كده احنا بغبغانات. انا اسف اني بقول كده، بس انا دايما كان ده يعني وجهة نظري في الكوميديا من وانا صغير، مش من وانا صغير، من اول ما بدأت الشغلانة، ان الكوميديا استخدام الممثل لادواته اللي بيمتلكها. لما جالي الورق الحمد لله لقيت فيه فيه مساحة للكوميديا، زي ما قلت ان احنا نقدر من خلال الشخصية نفسها نعمل كوميديا، ردود افعاله فيها كوميديا، العصبية فيها كوميديا، الرد الفعل السريع، الحاجات دي كلها اللي هو مدب شوية ده برضو كوميديا. فالحمد لله الكوميديا، يعني يا رب اكون عملت كوميديا، انا ما اعرفش يعني ده حقيقي. لا سمع مع الناس فعلا حقيقي. الحمد لله حقيقي. الحمد لله. عايزين بقى نتكلم عن المشهد اللي بقى ترندنج جدا، وعايز اعرف كنت حضرتك متوقع ان ده يحصل من مشهد القلم ده؟ يعني برضو موضوع السوشيال ميديا بيبقى في حاجات بنبقى مستنيين انها تعمل ضجة وحاجات كده، وفي حاجات بتبقى مفاجأة اللي هو ما تتوقعش ان الناس كلها يبقى ردود الافعال عاملة كده عليها. هو الشغل مع الاستاذ محمد سامي انا دايما بتوقع اي حاجة، اي حاجة هتبقى تريندنج حتى لو هو مشهد ما فيهوش كلام. فدايما اي مشهد بنعمله مع الاستاذ محمد سامي بنبقى في حالة تركيز عالية جدا، حتى لو مشهد صغير مش كبير. فده كان مشهد كبير ومن المشاهد المهمة اللي في المسلسل، ومعمول عليه رباعية اللي كانت بحي الأستاذ هيثم نبيل الجميل اللي كاتب الأغاني في المسلسل. واحنا بنعمل المشهد طبعا كان فيه طبعا حالة من الاستعداد زي معسكر كده قبلها بشوية، وأستاذ سامي دايما بيعمله يعني. من بعد المشهد الكرو كله كان بيعيط، فطبعا ده مقياس للي هيحصل بعد كده. لما الناس اللي معاك اللي حاسة بيك اللي بتشوفك كل يوم تتأثر بالشكل ده، يبقى أكيد المشاهد هيتأثر برضه. فمن ردود فعل الكرو اللي معانا قدرنا نعرف ان ان شاء الله المشهد ده هيبقى زي ما عمل كده يعني. بالظبط. طيب وكان في تصريح تاني حضرتك بتقول فيه ان حضرتك اعتمدت على خبراتك الحياتيه في تحضير الشخصيه دي، تقدر تحكي لنا ازاي ممكن الفنان يستفيد بقى من خبراته الحياتيه في اثقال موهبته الفنيه؟ ما هو جزء كبير من التمثيل خبراتك الشخصيه اللي انت شفتها قبل كده. انا طول عمري بحصل، طول عمري ماشي يعني بمشي في الشارع احصل، من وانا صغير بعمل كده وما كنتش بعرف انا بعمل كده ليه. اتاري انا فهمت بعد كده انا كنت بعمل كده ليه. يعني كنت دايما مثلا اشوف صحابي في المدرسه بيتعاملوا ازاي، بيتكلموا ازاي، واحاول اقلدهم، احاول اعيش الحياه بتاعتهم. تحب تركز مع الشخصيات جداً المختلفه تشوف جدا. ولحد فتره قريبه كنت ببقى قاعد مع حد بيتكلم في موضوع مهم جدا وانا مش معاه اصلا، يمكن ده اثر عليا في حياتي العمليه، بس هو نفعني مع الوقت في حياتي الفنيه الحمد لله. يعني ممكن يبقى حد بيكلمني في موضوع مهم جدا وحاجه يعني مهمه جدا وانا في حته تانية خالص، انا بشوف طريقه كلامه، بشوفه بيتعامل ازاي، بشوفه يمشي ازاي. تحصيل طول الوقت وتركيز، كل التركيز في الشخصيات اللي بتعامل معاها طول الوقت، تمشي ازاي، بتتصرف ازاي، تحصيل كتير الحمد لله عندي. لما بيجي لي دور
بطلع بقى من المخزون اللي عندي ده ممكن يمشي ازاي، ممكن ده يكون شبه مين، فناخد منه ماشية، ناخد منه لازمة، ناخد منه حاجة. والحمد لله عندي خبرات شخصية كتير في الحياة الحمد لله. طيب عايزين نتكلم عن، احنا في وقت نسأل سؤال كمان. طب في اسئلة. طيب جعفر العمدة وعملة نادرة كانوا في نفس الوقت، هل التصوير كان في نفس الوقت؟ بدأت جعفر العمدة قبل عملة نادرة، والحمد لله اشتغلت شوية كتار في جعفر العمدة لحد ما بدأت اشتغل في عملة نادرة. يعني ولما اشتغلت في عملة نادرة كنت بروح يوم وخمسة، لأ لسه ما دخلتش قوي في الشغل يعني. ولما خلصت جعفر العمدة الحمد لله دخلت في عملة نادرة، فده اداني برضو متسعة من الوقت بين جعفر العمدة وبين عملة نادرة ان اقدر اوفق بين الاتنين، وكان توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله متزبطالك يعني الحمد سبحان لله. الله. بس في العادي لو اتعرض عليك مسلسلين يعني اللي هو بتبقى محتار ولا تقبل الاتنين، ولا تخاف ان انت تبقى ملتزم بشخصيتين تقال في نفس الوقت حاجة منهم تقع؟ والله انا نفسي بحب بفضل ان انا اعمل شخصية واحدة افضل مركز فيها طول الوقت، التركيز كل التركيز يبقى فيها علشان تطلع بشكل كويس للجمهور. ولكن لو في شخصيتين غير بعض مضطر ان انا اعملهم، ده بيبقى تحدي ليا ان كممثل ان انا اشوف قدراتي بقى هقدر اعمل الاتنين مع بعض ولا لا. فكان تحدي بصراحة ليا السنة دي ان انا اشتغل في عملين مهمين في شهر رمضان، بطولة الاستاذ محمد رمضان والاستاذ نيلي كريم، اخراج الاستاذ محمد سامي والاستاذ مندو العدل. فالحمد لله يعني قبلت التحدي، ويا رب اكون قد التحدي والناس مبسوطة. اكيد اكيد قد حضرتك. طيب خليني اسأل حضرتك، هل عرض عملين في نفس الوقت بتبقى في صالح الممثل ولا بتبقى ضده؟ والله لو العملين الشخصيتين مختلفين عن بعض ده بيبقى صالح في صالح الممثل. يعني لو عامل شخصية كوميدي مثلا وشخصية تانية فيها دراما الناس هي اللي بتجمع على كده. انما لو الشخصيتين شبه بعض يبقى احنا ما عملناش حاجة. يعني الميزة ان الواحد يعمل شخصيتين بس يبقى في اختلاف بينهم وبين بعض. بتبين كمان قدرات الممثل. بالظبط هو ده التحدي بقى. ايه الدور اللي ممكن يتعرض على حضرتك وترفضه تماما؟ بصي هو الممثل ما ينفعش يرفض دور يتعرض عليه لان دي شغلانتي. والممثل انا بعتبره زي الحلواني كده، عنده فترينة حلويات بيعرض بضاعته كلها فيه والناس بتشوفها وبتشتريها. فانا ما ينفعش يجي له دور وارفضه لان دي شغلتي. يعني انا شغلتي ان انا اقدم كل الانماط. انما ممكن حاجة ما تتعارض مع وقتي، تتعارض مع حاجات تانية يعني بره، ان انا ارفضها علشان لا مش حاببها او مش عجباني. حتى لو حسيت ان انت ممكن تكون بتعيد نفسك مثلا او اللي هو لا مش عايز اكرر، هتقبل برضو؟ ما احنا قلنا بقى الخبرات الشخصية بتخليك تطلعي من جواكي حاجات كتير. وبعدين انا الحمد لله بعمل كل شخصية وكأني مختلف. احمد فهيم يعني بشوف الشخصية اللي بعملها من وجهة نظر احمد فهيم. لو هو الشخصية دي هيبقى عامل ازاي احمد فهيم. فالحمد لله اللي كنت لسه حتى امبارح بتكلم نفسي بقول انت لسه عندك كتير، وانت تقدر تعمل شخصيات كتير وجواك شخصيات كتير، فيا رب ان شاء الله اللي جاي يبقى حلو يعني.